يعني قولي لنا بقى. طب انا هتكلم على ان اعتبار ان مفيش حد شاف فقراتنا قبل كده وان لسه في ناس منضمين لينا ما يعرفوش حاجه عن الفا مالتي فيت، فقولي لنا انا دلوقتي لما هدخل الصيدليه وهختاره ايه اللي هيميزه لي هو تحديدا عن اي منتج تاني موجود؟ هيميز لي الفا مالتي فيت الاعلى في تركيز الزنك، اوكي 20 اولموست 24 ملي جرام. اللي يميز لي الفا مالتي فيت انه ملم بعائله فيتامين ب الكامله كلها. صعب قوي قوي تلاقي الكوبالامين مع الرايبوفلافين مع البيوتين ده، دي المميزات اهي كمان انه عائله فيتامين ب الفوليك اسيد، وكمان عندي الكابر. اللي بيميز لي في الفا مالتي فيت انه فيه الفيتامينات اللي تقدر تقوي لي مناعتي. انا محتاجه اقوي مناعتي مش بس الفيروس المنتشر، لكل حاجه لازم اقوي مناعتي. اللي بيميز لي في الفا مالتي فيت انه مجمع لي الزنك مع النحاس زي ما انا شايفه على الشاشه. عشان كده بقول ان الفا مالتي فيت ليه مميزات حلوه جدا ونجاحه يا عظيمه الحقيقه في الري اوردرز. يعني بتبسط جدا لما الناس لما اكرر ال 95% قبل ما الحبايه تخلص بيرجعوا يعملوا ري اوردرز، وبالعلبه والعلبتين وثلاثه. منافذ البيع عندي معروفه، يعني منافذ البيع معروفه، يا اما من الصيدليات يا اما الاونلاين اللي عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، يا اما الصفحه اللي عايزين نستفسر اكتر. عندنا صفحه اسمها بايو ناتشرال على الفيسبوك، وبقول للدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا اي ال بي مالتي فيت في الصيدليه عندهم، عشان عندنا عملاء يقولوا ايه ده يا دكتوره دينا ده انا ما لقيتوش في الصيدليه اللي جنب بيتي. هيطلع يعني عملنا كمان حل ليهم اللي هو الشركه المتحده للصيدله. طبعا الدكاتره الصيادله عارفين ان الشركه المتحده اللي هم اللي بيوزعوا لهم الادويه بيتصلوا بيها، هو ليه كود كمان. ده كود خاص للصيادله يا جماعه، ده مش اونلاين، يعني ده مش هات لاين لينا، ده للصيادله فقط. اللي عايز يوفر المنتج في الصيدليه بتاعته يكلم الشركه المتحده للصيادله ويدي لهم بس رقم الكود بتاع اي ال بي مالتي فيت، هيوصله للصيدليه بتاعته.